بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة الـ Advanced Cases. كنا ناقشنا في المحاضرة الماضية عن Cases وإن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع. اليوم حنتكلم على الـ Advanced Cases وكنا طرحنا Case في آخر محاضرة الأسبوع الماضي، إن شاء الله حنناقشها اليوم بإذن الله. الآن تعالوا نشوف الحالة هذه. Total bilirubin the patient 6 mg per deciliter, unconjugated 5.3, the conjugated 0.7, the ALT 70, the AST 80, the ALB 755, the GGT 150, the serum albumin 4 and the prothrombin time 14 seconds. بنفس النظام نشوف التوتال بلوروبين عالي، اذا نسمي الحاله هايبر بلوروبينيميا. نشوف اتفقنا يا تكون مشكله في البلاد يا في الهيباتوسرار انجري يا في البلاري اوبستراكتيف ديزيز. اذا نشوف الانكونجيجيتد بالتاكيد واضح ان الانكونجيجيتد اكثر من 85% لانه 5.3. اذا الحاله انكونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. اتفقنا طبعا هنا الليفر انزيم الاي ال تي انكريز مايلد اليفيتد والاي اس تي مايلد اليفيتد والالكالين فوسفاتيز اللي هو الالب ماركت اليفيتد، الجي جي تي ماركت اليفيتد، والسيرم البيومين نورمال والدا نورمال. طيب احنا اتفقنا الحاله ان كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. طيب كيف ان كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا والالب والجي جي تي ماركت اليفيتد وهذا ما يمشوش الا مع الكونجيجيتد؟ فنقول ايش اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه طبعا احنا حنتكلم على الستول. في البداية الستول حيكون دارك واليورين حيكون مثلا طبيعي، لكن حيكون اليوروبلينوجين عالي. ليش؟ لأن هذه هيموليتيك أنيميا. فالهيموليتيك أنيميا لما تكون مستمرة على طول ممكن تعمل فورميشن لتكون الستول، فالستول عملت بلري أوبستراكتيف أورستيزيس فحصل عملية ما نسميها بالكوليستيزيس. لكن هذه النتيجة هذه مؤقتة، لو عدناها فيما بعد حنشوف كيف حتطلع النتيجة. فإذا هذه هيموليتيك أنيميا مع بيلوري أوبستراكتيف ديزيز ناتج عن جول بلادر ستون فورميشن نتيجة لقضية الهيموليتيك أنيميا والبلوروبين الأنكونجيجيتد طالع بشكل كبير، فحيتكون ما نسميها بالجول بلادر ستون. لكن هذه في البداية، فلو عدنا الفحص ده بعد فترة حنشوف الآتي، حنشوف إنه حيحصل تغير في الانكونجيجيتد. الانكونجيجيتد ممكن يتحول الى 3.5 والكونجيجيتد الى 2.8، فبالتالي حيصبح اقل من 85% وحتتحول حاله الى كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا، وحيكون هنا في معنى بيلوري اوبستراكتيف ديزيز نقول ممكن ناتجه عن هيموليتيك انيميا. بالتاكيد الستول هنا كمان حيكون هيصبح بيل، وبالتالي حيصبح كمان اليورين حيكون اكيد دارك، لكن في ديكريز في اليوروبلينوجين. ففي الحاله ممكن نشوفها في البدايه بنفس الصيغه اللي قلتها unconjugated، وفيما بعد نشوفها بحاله الconjugated. هذه من ضمن الحالات اللي ممكن يحصل فيها confused. حاله اخرى تي بي ال total bilirubin 2 mg per deciliter unconjugated 1 والconjugated 1 الالت 60 والاست 60 والالب 300 والجي جي تي 55 والالبيومين 4 والبروفومبين تايم 11. نمشي بنفس الوضع. التوتال بلوروبين عالي، بالتالي هايبر بلوروبينيا. يا الشخص ده عنده مشكله في البلاد، يا عنده مشكله في الهيباتوسيلار انجري، يا عنده مشكله في البلوري اوبستراكتيف ديزيز. بالتاكيد واضح هذه انها واضح تماما انها اقل من 85%، فبالتالي نقول عليها كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. لكن ايش اللي معانا؟ معنا ماركت اليفيتد، وهذه نقطه مهمه. ماركت اليفيتد اسف مايلد اليفيتد للالت ومايلد اليفيتد للأست، بينما الألب نورمال والجي جي تي نورمال والألبيومين نورمال والبروثرومبين تايم نورمال. كيف نفسرها مع أنها هنا معناها أنها مايلد إليفيتد، أن في دامج، أن في دامج في الليفر. طيب دي نقول عليها كرونيك أكتيف ليفر سيل إنجري نو كوليستيسيس وذ نورمال ليفر فانكشن تيست. إذا هي كونجيجيتد، وبالتالي هنا قلنا ليش ارتفع الالت وارتفع الاست كمايلد؟ لانها كرونيك اكتف ليفر سيل انجري. الستول بالتاكيد هنا حيكون بيل واليورين حيكون بيل، اليورين دارك، لكن اليوروبلينوجين حيكون نور يوروبلينوجين.
طيب تعالوا نشوف لهذه الحالة دي اللي عاوزين نفكر فيها سويا. Total bilirubin 0.5, the unconjugated 0.37, the conjugated 0.13, the ALT 80, the ALT 66, the ALP 100, the GGT 35, the albumin 4 والبروثرومبين تايم 14. احنا اول شيء نشوف هذه طبيعية، اذا نورمال، نورمال طبيعي. طيب النقطة الثانية نورمال بلروبين اكيد طبيعي، هو الى واحد معنا هذه نص. طيب كيف نفسر انه طبيعي بلروبين والالت ماركت اسف مايلد اليفيتد والاست مايلد اليفيتد؟ هذه نقطة مهمة وعلى فكرة حتشوفها بشكل كبير عندنا، لانه ساعات يحصل دمج في الليفر لكنه فوكال في منطقة فوكال ليفر انجري، وبالتالي الاذر سيل تعمل كومبنسيتد، وبالتالي نسميها دي نسميها كرونيك بيرزيستنت، ان الشخص ده عنده كرونيك بيرزيستنت ومعه كومبنسيتد للاذر سيل، بتأدي انه اي بلروبين يطلع تروح تصرفه، فبالتالي هنا نسميها فوكال ليفر انجري لانها حصلت في عدد معين من السل فحصل كومبنسيتد للاذر سيل. ودي على فكره ممكن نشوفها بشكل كبير، يعني انه نشوف التوتال بلوروبين طبيعي ولكن نشوف في مايلد اليفيتد في الالت وفي العصب، ولذلك عليها نجي نشوف الكرونيك يسموها كرونيك بريزيستنت، وهذه من لما نشوفها على طول لابد نروح نعمل الفايرال ماركر خاصه للهيباتيتس سي فايروس يوجوالي، لانها بتكون فوكال ليفر انجري. بالتاكيد هنا طبيعي، كل شيء طبيعي، الاستول حيكون براون واليورين حيكون نورمال واليوروبيلوجين حيكون موجود. طيب الكيس اللي بعدها توتال بلوروبين 6 ملغ بير دي سي لتر، الان كونجيجيتد 5.3، الكونجيجيتد 0.7، الالت 450، الاست 400، الالب 250، الجي جي تي 55، والالبيومين 4 والبروثرومبين تايم 14. نفس الوضع نمشي، عالي بالتاكيد عالي، اذا نقول عليها هايبر بلوروبينيميا اكيد، يا مشكله في البلد، يا مشكله في الهيباتوسيلر انجري، يا مشكله في الاوبستراكتيف ديزيز. اذا حنروح نشوف الانكونجيجيتد اكثر من 85%، اذا هذه انكونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. لكن طلع معانا يا جماعه ماركت اليفيتد للاي ال تي وماركت اليفيتد للاي اس تي، بينما البقيه طلعوا نورمال. كيف نفسرها؟ هذا عنده هيموليتيك انيميا، واضح عنده هيموليتيك انيميا، لكن قد يكون عنده هيموليتيك انيميا وراح اخذ بلاد ترانسفيوجن، وكان البلاد ترانسفيوجن ده كونتامينيتد بفيرال هيباتايتس مثلا هيباتايتس بي او اي هيباتايتس، فبالتالي نسمي الحاله نسميها كذا، نسميها هيموليتيك انيميا وذ هيباتوسيلار ديزيز. ناتج عن ايش؟ ناتج عن زي ما قلنا انه اخذ بلاد ترانسفيوجن. هنا بالتاكيد الستول في البدايه لانها انكونجيجيتد حيكون دارك، واليورين حيكون نورمال مع انكريز اليوروبيلوجين، لكن حتحول بعدين نقول عليها هيموليتيك انيميا ناتج عن اخذ بلاد ترانسفيوجن كونتامينيتد ممكن بالهيباتيتس بي فيروس. فدي ممكن نشوفها وبعدين حتقلب، هذه حتقلب الى عمليه كونجيجيتد، لكن دي على طول انه بياخذ البلاد ترانسفيوجن والفيروس ده اكتف فعمل الماركت اليفيتد للاي ال تي والاي اس تي، هترجع زي ما قلنا تقلب وتحول الى كونجيجيتد، وحيحصل ده بيل وده نورمال، لانه حيكون بالنسبه للليفر هو اللي حصل فيها دامج ناتج عن الفيروس. هذه الكيس اللي ناقشناها اعتقد في الحلقه في اخر الحلقه الماضيه، اللي قلنا توتال بلوروبين 2.4 والانكونجيجيتد 1.1 والكونجيجيتد 1.3، بينما كل الليفر انزايم طبيعيه. لما نجي نقرا طبيعي اليفيتد، اذا هايبر بلوروبينيميا هنا اقل من 85%، فدي كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا. طيب كونجيجيتد وكل شيء طبيعي، كيف تحصل؟ للوهله الاولى اللي يقول واحد المفروض تعاد هذه التست، لكن لما يبحث الانسان فيجد انه في حاجه اسمها، طبعا تكون نورمال الليفر انزايمز، وطبعا هنا الستول حيكون بيل واليورين حيكون دارك لانها كونجيجيتد، هنا الليفر انزايم ار نورمال، نو كوليستيزيس، الليفر فانكشن تيست برضه نورمال. هنا الحاله نسميها حاله رير جدا، نسميها دوبن جونسون سيندروم او يسموها روتر سيندروم. ايش اللي يحصل فيها في الدوبن جونسون سيندروم او الروتر سيندروم؟ انه
بيتكون الكونجيجيتد وما تقدرش تعمل له تصريف، ما تقدرش تعمل اكس كريتد الى البايل والى الانتستين، فبالتالي الكونجيجيتد يطلع في الدم، يطلع في الدم في الكونجيجيتد. وهذه برغم ان الليفر فانكشن طبيعي نورمال وذ النورمال. في ممكن دراجز تعملها زي السلفونايل يوريا اللي هي بتعمل اللي هي بتاع الهايبوغلايسيميك، دراجز الهايبوغلايسيميك، الستيرويدز مثل التستوستيرون، استروجينز بيعملوا هذا الموضوع. هي طبعا غير اللي نسميها احنا دومين جينسون سندروم او روتر سندروم، هذا اللي هي الرير. ممكن دراجز تعمل هذه الحاله انه يكون في كونجيجيتد لكن الليفر انزيمز طبيعيه. عاوزين في فوكال كرونيك ليفر انجري وذ نورمال ليفر فانكشن كيف نتوقع النتائج حقها؟ التوتال بلوروبين اكيد حيكون نورمال، بالتالي نورمال الانكونجيجيتد نورمال والكونجيجيتد نورمال بالتاكيد. الاي ال تي المايلد والاي اس تي مايلد، الالب والجي جي تي نورمال وكل البقيات نورمال. اذا هذه ما معناها نقول عليها في فوكال كرونيك ليفر سيل انجري وبالتالي البقية السيل عملت الكومبنسيتد. بالتاكيد الستول يكون طبيعي براون واليورين يكون طبيعي وبشكل طبيعي هو اليورين واليوروبينوجين موجود. النورمال يوروبينوجين موجود بشكل طبيعي. طيب نعمل السكيم النهائي الان، السكيم النهائي اللي نختم به الليفر، وحيبقى معنا حاجه رير حقول لكم عليها. حاجه هي مشهوره لكن خلونا نعمل السكيم. اول لا نشوف التوتال بلوروبين. التوتال بلوروبين يا يكون هاي يا يكون نورمال. اذا كان هاي نروح نشوف الان كونجيجيتد، هل هي اكثر من 85% ولا الان كونجيجيتد اقل من 85%؟ اذا الان كونجيجيتد اكثر من 85% فنروح نشوف الريتكس، وزي ما قلنا نعمل سي بي سي والريتكس. فقد تكون هيموليتيك انيميا زي ما قلنا. اذا كان الريتكس عالي فهي اكيد هيموليتيك انيميا. بالتاكيد الستول حيكون دارك واليورين حيكون في انكريز في اليوروبيلينوجين لكن النورمال اليورين طبيعي. لو كانت نورمال الريتكس معناها انه نفكر في جيلبرت سندروم، نفكر في نيجار سندروم، نفكر لو بياخذ ريفامبسين دراج. بالتاكيد الستول حيكون فيهم كلهم بيل. لو كانت ان كونجيجيتد اقل من 85% فنسمي الحاله زي ما اتفقنا كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا. هذا احتمال يكون معنا ثلاث احتمالات، هيباتوسيلر انجري اور بيلري اوبستراكتيف ديزيز. واضفنا من القراءات اللي قراناها احتمال جديد انه يكون في نورمال اي ال تي واي اس تي. نروح نشوف على طول بالنسبه للهيباتوسيلر انجري والبيلري اوبستراكتيف ديزيز، نروح نشوف القلب اللي هو اكلاين فوسفاتيز. لو كان اقل من 2.5 فولد ذي احتمال على طول نروح نشوف الاي ال تي والاي اس تي. لو كانوا اكثر من 6 فولد يعني 6 اضعاف او اقل من 6 اضعاف، اذا كانوا 6 اضعاف ذي اكيوت، واذا كانوا اقل من 6 اضعاف فهذه كرونيك. الستول اكيد في الاكيوت حيكون بيل ودارك، وبالتاكيد الكرونيك اقل من 6 اضعاف. لو كانت القلب الالكلاين فوسفاتيز اكثر من 2.5 فولد معناها هذه بولوري ابستراكتيف ديزيز، وبالتالي الستول حيكون بيل واليورين حيكون دارك. النورمال اي ال تي واي اس تي طبعا زي ما قلنا مع الكونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا معنا دومين جونسون سندروم، ومعنا روتر سندروم، ومعنا الدراجز اللي قلنا من ضمنهم الستيرويد التستوستيرون والاستروجين. بالتاكيد الستول بيل واليورين كمان حيكون دارك. النورمال تخيلوا في معنا كمان نورمال انه نورمال الاي ال تي والاي اس تي مايلد اليفيتد، لكن النورمال توتال بلوروبين هنا حنقول في عندنا مايلد بيرزيستنت كرونيك هيباتايتس طبيعي، لانها طبيعي حيكون ستول براون وحيكون كمان اليورين نورمال، بمعنى اخر ان في معنا يوروبيلوجين بشكل طبيعي. هذه ان شاء الله حنناقشها ببساطه في الاسبوع في المحاضره القادمه ان شاء الله. تخيلوا شخص عنده يونت ديسكلاريشن في السكليرا، نروح نعمل له البلوروبين، طلع البلوروبين نورمال، توتال بلوروبين نورمال، وعنده يلو ديسكلاريشن في السكليرا. حنشوفها وهي بسيطة جدا، حنشوفها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.